إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه منزه عن النقائص كلها، متصف بكل كمال. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانك سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على دربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشال المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبيبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، وأهلا ومرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم جدد إيمانك. واليوم سنعقد مقارنة بين الصاحب الصالح والصاحب الطالح، مقارنة ما بين الصاحب الصالح
والصاحب الطالح والعياذ بالله. هذه المقارنة تكون في الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، الصاحب الصالح والصاحب الطالح، الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا بدون صديق، لذلك جعل الإسلام شروط محددة لمن يكون لك صديقا. يشترط أن يكون صالحا وألا يكون طالحا. الصالح وهو المؤمن بالله عز وجل، المخلص بالله سبحانه وتعالى، الصادق مع ربه ومع الناس. هذا العبد الصالح أمرنا أن نأخذه لنا صديقا. أما الطالح والعياذ بالله فهو الذي يدعو إلى كل رذيلة ولا يعرفك إلا في المعاصي، ويقارب بينك وبين معصية الله عز وجل، يجعلك تعصيه وتبتعد عنه، لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تعتمر. إنه يدعوك إلى شرب السجائر والمخدرات وشرب المنكرات والعياذ بالله. الصاحب الصالح والصاحب الطالح، الصاحب الصالح إذا أدخلته بيتك غض بصره، أما الصديق الطالح والعياذ بالله لا يغض بصره. وما زلت أذكر أيها الأحباب الكرام يوم أن اتصل علي أخ فاضل وقال زوجتي تطلب مني الطلاق وتلح علي في الطلاق وأنا لم أفعل لها أي شيء أستحق من أجله الطلاق. فتعال فاجلس معها وذكرها بالله وخوفها بالله عز وجل حتى لا تطلب مني الطلاق وعندي أولاد منها. فذهبت إليها ولكنها كانت مصرة، وتحت الحاحي أيها الأحباب الكرام قالت لي أنا أحب صديقه. نعم، فالصاحب الطالح يدخل البيت لا يغض بصره. من أجل ذلك حذرنا الإسلام أن نصاحب الطالح لأنه لن يغض بصره. أما العبد الصالح إذا أدخلته بيت غض بصره، وإذا أكل طعامك دعا الله لك بالخير، وإذا خرج من بيتك دعا الله لك سبحانه وتعالى، وإذا جلس في مجلس ذكرك فيه بكل خير، وإذا جلس في مجلس سمع فيه عنك غيبة أو نميمة يرد غيبتك ويرد النميمة عنك. إنه الصديق الصالح، إنه الصاحب الصالح أيها الأحباب الكرام. والصاحب الصالح تجده دائما مع الله عز وجل، فهو قرآن يمشي على الأرض. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق الرسول، قالت قرآن يمشي على الأرض. نعم، فالصاحب الصالح قرآن يمشي على الأرض، فهو دائما تال لكتاب الله عز وجل، متدبرا لآياته ولأحكامه أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك أمرنا الله أن نصاحب الصاحب الصالح. هل علمتم من هو العبد الصالح أيها الأحباب الكرام؟ هل علمتم من هو الصاحب الصالح أيها الأحباب الكرام؟ الذي إذا نسيت الله، إذا نسيت الله عز وجل ذكرك به الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. دائما يذكرك بالله عز وجل. إذا بصرك ذهب إلى بعيد لتعصي الله به سبحانه وتعالى ذكرك بغض البصر. نعم، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم، لذلك دائما يذكرك بالله عز وجل. أما الصاحب الطالح فهو الذي يدعوك إلى معصية الله عز وجل. ولذلك معظم الذين يموتون على سوء الخاتمة سببها الصاحب الطالح. نعم، ما زلت أذكر هذا الشاب الذي كان يصلي في المسجد وترك المسجد والتم عليه صاحب سوء والعياذ بالله، علمه شرب السجائر، علمه شرب المخدرات. وبينما ذات يوم وهم جالسون مع بعض يشربون المخدرات مات هذا الذي كان يصلي في المسجد، وأخذه صاحب السوء إلى طريق صاحب السوء
إلى طريق غير طريق الله عز وجل، ومات على سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم، دخلوا عليه وجدوه ميتا وفي يده المخدرات والعياذ بالله. عشان كده لابد أنك أنت تتقي الله في أصحابك، لا تصاحب إلا مؤمنا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خلي بالك من الصاحب، أهم حاجة في الدنيا دي كلها هو الصاحب أيها الأحباب الكرام. لذلك اختار الصاحب الصالح ولا تختار الصاحب الطالح. أيها الأحباب الكرام، الصاحب الصالح، تعالوا نشوف المقارنة بين الصاحب الصالح عند سكرات الموت والصاحب الطالح عند سكرات الموت. الصاحب الصالح عند سكرات الموت يأتيك ويجلس بجوارك ولا يفارقك، إنه يذكرك بالله عز وجل. فالإنسان في سكرات الموت يكون في أشد الاحتياج إلى من يذكره بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. نعم، يثبت الله الذين آمنوا، الإنسان المؤمن الصادق يثبته الله. لذلك الصاحب الصالح يأتي إلى صديقه وإلى صاحبه ويجلس بجواره أيها الأحباب الكرام، ويذكره بالله عز وجل في وقت عصيب. الموت أيها الأحباب الكرام، سكرة المواجاة، سكرة الموت بالحق. سكرة الموت عبارة عن زيت يغلي والجسد عليه، لا الميت حي فيطير ولا هو يموت فيستريح من هذا العذاب. لذلك الميت في أشد الاحتياج إلى من يذكره بالله عز وجل في هذا الوقت العصيب، فيحتاج إلى صاحب الصالح. فيقول العبد الصالح لهذا العبد المؤمن الصادق، يقول له: لقد فاز من قال لا إله إلا الله، لقد نجى من قال لا إله إلا الله. لذلك يلتقط الميت ما يقوله صديقه فيقول لا إله إلا الله ويموت عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، هذا هو الصاحب الصالح أيها الأحباب الكرام، يذكرك بالله في وقت الشدة وفي وقت صعب تحتاج فيه إلى من يذكرك بالله عز وجل. في هذا الوقت العصيب يأتي الشيطان للإنسان الذي يموت ويقنطه من رحمة الله عز وجل، يذكره بذنوبه وبمعاصيه ويقول: لن يغفر الله لك. وإذا بالصاحب الصالح يذكره برحمات الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه يذكره برحمات الله وبسعة رحمة الله، وأن الله يغفر جميع الذنوب أيا كان الذنب يغفره الله سبحانه وتعالى. وهنا يحسن الميت الظن بربه في وقت يحتاج فيه إلى حسن الظن بالله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فإذا ظننت بالله خيرا وأنه رحمن رحيم وسيرحمك فسيرحمك الله سبحانه وتعالى. أحسن الظن بمولاك عند الموت، فالصاحب الصالح هو الذي يذكرك بذلك. أما الصاحب الطالح فلا تجده بجوارك وقت الشدة عند سكرات الموت، فهو مع السيجارة ومع المخدرات، أو يلعب الضمنة أو الطاولة، أو يلهو مع اللاهين، أو في سينما من السينمائيات، في سينما أيها الأحباب الكرام، أو يغني مع المغنيين والمغنيات. إنه ساهٍ لاهٍ، لا يتذكر ربي فلن يتذكرك، ولذلك يتركك في هذا الوقت العصيب الذي أنت في أشد الاحتياج فيه إلى من يجلس بجوارك ويذكرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك رجل
كان عند موته يقال له قل لا إله إلا الله، فكان يقول أنا لم آخذ إيجار الشقة رقم 3 في الدور الثالث، أنا لم آخذ إيجار الشقة الفلانية، وظل يذكر نوح بالله وهو لا يتذكر إلا إيجارات الشقق أيها الأحباب الكرام. لذلك تجد هناك من يموت على غير لا إله إلا الله مع أنه من المسلمين والعياذ بالله، بسبب صحبة السوء والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. هذه مقارنة عند سكرات الموت بين الصاحب الصالح وبين الصاحب الطالح أيها الأحباب الكرام. الصاحب الصالح عند موتك هو الذي يقوم بغسلك، وهو الذي يكفنك، وهو الذي يعني يشرف على ذلك أيها الأحباب الكرام. إن لم يستطع تغسيلك جاء بمن يغسلك، وإن لم يستطع أن يكفنك جاء بمن يكفنك، إنه معك حتى عند الغسل، إنه يشاهد غسلك ولا يتركك. أما الصاحب الطالح فإنه لا يأتيك أبدا. الصاحب الطالح لا يعرفك عند الموت، بل يخاف من الدخول عليك بعد الموت أيها الأحباب الكرام. الصاحب الصالح بعد غسلك وتكفينك يحملك على عنقه ويذهب بك إلى المسجد ليصلى عليك، يصلى عليك ويحث الناس على الصلاة عليك. نعم، يحث الناس على الصلاة عليك أخي الحبيب، فهو يصلي عليك ويحث الناس على الصلاة عليك. أما الصاحب الطالح فهو لا يعرف ربه، وهو لا يصلي لله ولا لم يركع له ركعة واحدة. وبالتالي تلاحظون هناك من يصلي على الميت، وهناك خارج المسجد ناس واقفة لا تدخل لكي تصلي على الميت، تقول لهم خشوا صلوا، ما بيخشوش يصلوا. ما ده الصاحب الطالح ما يعرفكش. إذا لن ينفعك في الشدة في الدنيا، ولن ينفعك في الشدة بعد الموت. نعم، الصاحب الصالح هو الذي يصلي عليك، أما الصاحب الطالح فهو لا يعرف ربه، ولم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، وبالتالي فلن يصلي عليك. الصاحب الصالح هو الذي يحملك إلى قبرك، ويقف عند قبرك بعد دخولك وغلق الباب عليك بمفردك، في ظلمة القبر وحيدا. نعم، تستغيث بالله عز وجل من ظلمة القبر، ومن ضمة القبر، ومن سؤال الملكين في القبر، فأنت في أشد الاحتياج. من يقف عند قبرك ليستغفر لك الله عز وجل، ويترحم الله لك، ويدعو لك أن ينير الله قبرك، وأن يهون عليك ظلمة القبر، وأن يهون عليك ضمة القبر، وأن يهون عليك وأن يلقنك حجتك في قبرك على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا أنا مت فقفوا عند قبري بقدر ذبح جزور، الجزور اللي هو الجمل يعني، بقدر ذبح جزور حتى سلخي وتشفيتي. بمعنى انه بياخد ساعة ذبح الجمل الابل، بياخد له ساعة بسلخي بتشفيتي. فهو عمرو بن العاص بيطلب من اصحابه ان يقفوا عند قبري يسألون الله له التثبيت، وان يستغفرون له الله عز وجل بقدر ساعة. الصاحب الصالح لا يتركك بمفردك في قبرك، بل يظل واقفا عند باب قبرك يدعو الله لك بقدر ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، يسأل الله لك التثبيت. فالإنسان في أشد الاحتياج إلى من يثبته في هذه الظلمة الرهيبة. إن الإنسان الصالح الصادق مع ربه يضمه القبر ضمة، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قاموا بدفن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، قال لأصحابه إن القبر قد ضم الآن سعد بن معاذ ضمة اختلفت فيها أضلاعه، والله لو نجا منها سعد بن معاذ لنجت منها أمة محمد. فهذه الضمة تحتاج منا إلى وقفة،
إلى من يقف على باب قبرك يسأل الله لك التخفيف، لأن المؤمن الصادق مع الله بتختلف ضمته عن الإنسان الطالح، عن الإنسان الذي كان على المعاصي والشرك والكفر والعياذ بالله. فالعبد الصالح القبر يضمه ضمة أم فيها الحنان وفيها العاطفة، أما الإنسان الكافر والمشرك والعاصي والعياذ بالله يضمه القبر ضمة تختلف فيها الأضلاع. أيها الأحباب الكرام، وضمة سعد بن معاذ كانت ضمة حنان وعطف، ولكن أراد النبي أن يحذرنا من ضمة القبر. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يأتي الميت ملكان فيجلسانه وينهرانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فأخوك الصالح الذي على باب القبر الذي يدعو الله لك بالتوفيق وبالثبات في قبرك، يلهمك الله سبحانه وتعالى حينما يسألك الملكان: من ربك؟ فتقول: ربي الله. وما دينك؟ يقول: تقول: ديني الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول: محمد بن عبد الله. فيقول الملك أحدهما للآخر: هيا بنا، هذا رجل لقنا حجته. وهذا تثبيت الله للعبد الصالح في قبره، لعلها تكون ببركة أخيك الصالح الذي يقف على باب قبرك ويدعو الله لك بالإخلاص. أيها الأحباب الكرام، أما صاحب السوء فهو لا يسير في جنازتك ولا يذهب لدفنك، وإذا اتصل عليه ذهب إلى بيتك بعد يوم أو يومين ليعز فيك والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. فأنت في أشد الاحتياج. هذه مقارنة للعبد الصالح الذي اتخذ له صديقا صالحا عند موته وعند دفنه في قبره. أتتذكرون عند موت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتتذكرون ماذا حدث؟ شوف الفرق بين الصاحب الصالح والصاحب الطالح. كان أبو طالب صاحبه مين؟ أبو جهل عمرو بن هشام. فعند الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبو طالب: يا عماه، قل لا إله إلا الله أتشفع بك بها عند ربي سبحانه وتعالى. فكان أبو جهل يقول لعبد المطلب: أتترك دين عبد المطلب؟ عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. أتترك دين أبائك وأجدادك؟ أتترك دين عبد المطلب؟ فمات أبو طالب على دين عبد المطلب، وقال: أنا على دين عبد المطلب. هو الذي قال ذلك عبد أبو طالب. فهذا صاحب السوء عند الموت ذكره بالشر والعياذ بالله، وجعله يموت على الشرك والعياذ بالله. هذه مقارنة ما بين الصاحب الصالح والصاحب الطالح. أيها الأحباب الكرام، عند الموت وفي القبر. من أجل ذلك الإنسان في أشد الاحتياج إلى العبد الصالح. أما في عرصات يوم القيامة فهناك الندم والعياذ بالله. هذا العبد الطالح الذي لم يتخذ في الدنيا عبدا صالحا معه، وكان يسير مع أهل السوء والضلال والفساد والعياذ بالله، يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. العض على الصوابع كناية عن شدة والعياذ بالله، عن شدة ايه؟ بأنب ضميره، بأنب نفسه، كناية عن تأنيب الضمير، انه ازاي تاخذ في الدنيا يعني صاحب طالح والعياذ بالله. أما يوم القيامة، المقارنة ما بين العبد الصالح والعبد الطالح. أيها الأحباب الكرام، فالعبد الصالح العبد الطالح يعض على يديه، لأنه اتخذ صديقا له في الدنيا طالحا وليس بصالح. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هكذا الندم، يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم، يندم على صحبة السوء والعياذ بالله. أما العبد الصالح الذي اتخذ له صديقا صالحا، يأخذ بيديه إلى الجنة،
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. هذه البشرى أيها الأحباب، فهنيئا لمن اتخذ له في هذه الحياة الدنيا صديقا صالحا. تلك مقارنة لكي نتخذ في هذه الحياة الدنيا صديقا صالحا لننجو من هذه الحياة الدنيا ولنذهب جميعا سويا بمشيئة الله إلى الجنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.